جيت هيك وقت طنجرة. حاضر. ارفع ارفعها خليها. بالنسبة للجريشة احنا كل عام بنطبخ في قدوم شهر رمضان المبارك علينا وعليكم بالخير ان شاء الله براحة البال وهداة البال. ان شاء الله لقيت السنة العاشرة على التوالي بنقوم في طبخ الاول جريشة هذه بنوزعها للي بيجي بياخذ بنقول له حياك الله وبنبقى مبسوطين سواء اجى محتاج سواء اجى مش محتاج. هذه احنا بنشتغلها لله عز وجل ونرجو الله عز وجل انه يتقبل منا العمل هذا خالص لوجهه الكريم. بشهر رمضان للعام التالي على التوالي متوجه من حارة لحارة بناخذ التوك توك وفريق شباب. طبعا احنا ارتئينا انه نسند بعض ونسند الشعب الفلسطيني في وضع الاقتصاد السيء في قطاع غزة. هذه مبادرة شخصية بنجمع تكاليف الطبخات الشعبية من اهل الخير، من خيرك بتطعم غيرك. رجينا اقبال كبير في شهر رمضان المبارك من اهل الخير لهذه التكية. طبعا هذه التكية معروفة كتكيات الشعب الفلسطيني انها مش مختصة فقط للعائلات الفقيرة والأسر المتعففة، لا بل بالعكس للعائلات بالأجمع للشعب الفلسطيني. انه هذه الطبخات في عنا تكافل، احنا كشعب فلسطيني بنقدم الوجبات